طبعا الشمسي والطالع والقمري للناس اللي فاهمة في حوار الخريطة يعني. طب نخش على الطاقة العامة. الطاقة العامة يا برج السرطان، الكوين اوف سوردز، انت حاليا ممكن تكون مقاطع الشريك او في قطاع ما بينكم، وحدث ما بينكم قبل الانقطاع ده محادثة عقلية بحتة. واحد اتنين تلاتة، انت قبل ما تعمل المحادثة دي انت كنت محتار في العرض اللي كان مقدمه الشريك على ما اعتقد، يعني الشريك ممكن يكون كان مقدم لك عرض، او كنت محتار في العلاقة دي عموما يعني، لو هي طبعا كانت علاقة مستمرة. اوكي، انما لو علاقة طبعا هنشوف بقى الورقة هنا علاقة في بادئ الامر، فالعرض ده متوقف شوية، وانت حاليا ما بتدرس الموضوع اكتر ومخلي العقل يسيطر على القلب. طيب طبعا هنا برضو هنفهم اكتر مشاعره. حاجة غريبة، حاجة اغرب. ليه وجع القلب؟ برج السرطان، القراءة ممكن تكون عكسية طبعا، بس ممكن يكون انت غلطت في حق الشريك، او الشريك هو اللي غلط في حقك، حاجة من الاتنين. القراءة ممكن تكون عكسية، هو اللي ألمك او انت اللي ألمته، حاجة من الاتنين يعني. برضه مشاعر الشريك مشاعر رحيل وحزن، وعايش في مود ليا دنيا كده وليا رب ليا رب والحاجات الغريبة دي. فالشريك تعبان، ومش تعبان، شايف ان العلاقة دي كانت علاقة فيها شيء ناقص يعني. هما 8 كوبايات على ما اعتقد، 8 كوبايات كان فيها كوبايتين ناقصين، وملقاش اللي عندك، او كان فيها حاجات حلوة كتير جدا، ولكن في حاجتين عشان يوزنوا الكوبايات دول مش موجودين. فقال لك ايه؟ قال لك بص، هي شكلها كده العلاقة بايظة، فانا همشي. عشان كده هو عشان كده هو وقف العرض، هو واقف في مكانه، هو في عرض بس هو واقف ما بيتحركش، وقف بقى. كان ممكن يكون بيمشي يعني، يمشي اتجاهك، ولكن فجأة وقف وقف. ممكن تكون انت اللي قلت له كفاية، او ممكن تكون انت حسيت بخداع معاه مثلا. اوكي، ممكن تكون انت اللي حسيت بخداع معاه شوية، فقلت له خلاص كده كفاية بقى، وكلمته بكل هدوء جدا، كلمته بكل هدوء، ولكن اصر على الرحيل. يعني ممكن يكون انتوا حصل بينكم خلاف، خلينا نجيب بقى من الاصل كده، حصل بينكم خلاف، اتخانقتوا خناقة عادية، وقلت له تعالى نتكلم بهدوء يا عم ونصلح الموضوع، انت ليه خدت الموضوع قفش قوي كده؟ راح قال لك لا، مش هتكلم بهدوء، انا همشي، انا ماشي. بس انت حاليا بتحاول ان انت تسيطر على نفسك وعلى غضبك وعلى طريقة المعاملة. هي خناقة، وتطورت الخناقة الى ان هو قال لك انا ماشي، فانت زي ما تكون بتقول له تمشي ما تمشيش انا زي الفل. انت بتسيطر على نفسك، بتسيطر على مشاعر الرحيل. على فكرة برج السرطان بيبين ان هو مفيش حاجة، بس هو من تعبان. انت عارف انت عامل نفسك نايم. يعني واحد زي ما يكون واحد قاعدين في شقة وقال له انا همشي بكرة الصبح، فجه الصبح رحت عامل نفسك نايم عشان ما تقولش مع السلامة. بالظبط، ما تقولش مع السلامة، ده واحد ماشي وسايب الكوبايات وماشي، اتقمص من الآخر. انت كلمته قلت له بقول لك ايه، انت بتتلاعب بيا، او انا مش فاهمك. بالظبط، انت قلت له انا مش فاهمك، انت بتعمل ايه، انت ليه كده، انت ليه بتعمل كده؟ ممكن يكون الشريك ده كان عنيد. ايوه صح كده، الشريك ده كان عنيد وما بيرضاش بأي حاجة، وكل ما تقدم له حاجة يقول لك لا ما يدينيش، يا كده يا بلاش، هي لا تيجي المسألة كده يا ما تجيش كده.
هو يا ناكل في مطعم فلاني يا ما ناكلش، هو يا نخرج الدار يا ما نخرجش، هو يا نتكلم بالليل يا ما نتكلمش. من الاخر قمت انت قلت له بقول لك ايه، انت بتعمل معايا كده ليه؟ عايز ايه يعني؟ هو واحد اتنين تلاتة، انت عايز تسيطر عليا وخلاص؟ تتكلموا بهدوء. اما هو اتقمص وقال لك طب يا عم انا سايبها لك مخدره وماشي. فانت حاليا قلت له خلاص امشي، عايز تمشي امشي، عملته ببرود. من الاخر انت بتتعامله ببرود. ليه بقى؟ هقول لك ليه بنقول برود، لانه شايفك ان انت كسرت قلبه، وان انت يعني عاملته بطريقه حاده قوي. هي مش حاده، هي طريقه صح. انت كلمته بالعقل، انت قلت له انت بتتقمص مثلا او انت بتاخد على خاطرك بالاوفر، فقال لك لا انا ما باخدش على خاطري، انا بتقمص وهو بيتقمص، انا بتقمص، لا 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 مش الكلام ده، ده انت اللي حياد، ده انت وانت وانت انتوا لقحتوا على بعض. فقال لك لا انا همشي بقى اتقمص بقى. بس هو مجروح منك على فكره. هو ممكن تكون انت كلمته في حاجه عاديه جدا، بيتحكم فيك مثلا، عايز يتحكم مثلا، فقلت له لا ما بحبش حد يتحكم فيا، فانجرح منك، اللي هو ازاي انت بتحبني وتقول لي مش عايز اسيطر على حياتك. بس انت شايفه انه فرصه، وانه علاقه حلوه، وانها كانت علاقه لذيذه جدا، وكانت فرصه بجد حقيقيه. يعني هو ما دام انت شايفه كده يبقى هو طمس، ما هو حاجه من الاثنين، ده واحد مقموص، ده واحد عارف العيله الصغيره اللي هي انت مش هتجيب لي العروسه دي، انا مش واخد حاجه خالص يا ابني، طب خد سبايدر مان، لا انا هاخد دي. فمقموص وقال لك، وقعد بقى عايش في دور الاحزان بقى، والطعن في قلبه والكلام ده كله. وممكن بقى يكون القراءه عكسيه في اللي انا هقوله ده، ممكن تكون انت اكتشفت ان هو بيقدم عرض لحد تاني، علاقه ثلاثيه، عنده اختيارات تانية، عنده اختيارات تانية. سوري يا برج السرطان، ما كنت بعمل حاجة بس. طيب نرجع بقى لمرجوعنا، انت ممكن تكون اكتشفت ان هو عنده اختيارات تانية، في شخص تاني هو مقدم له عرض، و اوكي، ورحت مديله في سنانه، قلت له ايه ده، ده انا صابر عليك و و و و و و وانت عمال تلعب بديلك، ده انا هوريك، طب اصبر عليا، ده انا هديك بنيه، استنى بس. فممكن تكون كانت علاقه ثلاثيه، كانت علاقه ثلاثيه. لو ما كانتش القراءه عكسيه، وان ان ان ان, إن, إن انت اللي تعبان وانت اللي رحلت، وهو اللي هنا هو اللي شايفك فرصه وعايز يقدم لك فرصه جديده، فهي كالاتي، ان هو كانت علاقه ثلاثيه، وفي حد الطرف الثالث اداله السيف في قلبه وطرده من حياته، لان هنا في عرض مرفوض بالظبط، وتعبان قوي. فانت زي ما تكون بتقدم، يعني ممكن تعمل مصالحه، ممكن يعني اللي هو تعالى طب نبدا تاني وننسى اللي فات مثلا او كده، لو كده. انما لو مش كده، وهو انت اللي هنا، انت اللي اكتشفت العلاقة الثلاثية، فهو عايز يقدم لك عرض جديد، لو قراءة عكسية. طيب ايه الخطوة اللي هو عايز ياخدها؟ الخطوة اللي عايز ياخدها الكوين اوف فانجوس. خلي بالك ان دول بيراقبوا بعض، بص ده باصص على ده وده باصص على ده، يعني واحد خايف والتاني عامل البورم بالظبط، شدت حلو قوي. فانا ايه، هذا الشخص شخص غريب جدا، كوين اوف فاندوس، قراءتك غريبة يا برج السرطان. هي كانت علاقة ثلاثية، اعتقد كانت علاقة ثلاثية، كانت هناك علاقة ثلاثية، وحاليا الشخص ده رحل عن هذه العلاقة. لو هنتكلم بقى، اوكي، رحل عن هذه العلاقة، رحل عن هذه العلاقة وعايز يقدم لك عرض جديد.
يقول لك مساء الخير، انا عايز اقدم لك عرض جديد. ف ما انتش عايز، خايف منه جدا وقلقان جدا، اللي هو قدم لي عرض ايه، تقدم لي عرض ايه، ده انت بهدلتني، ده انت عرفت عليا، الشخص ده كان في علاقة ثلاثية، تمام، الشخص ده كان في علاقة ثلاثية، وانت هو حاليا تعبان من العلاقة الثالثة دي، وانت مستريح مسيطر على روحك، خلاص نسيته اصلا، و شايف ان هو مقدم لك عرض، صح كده، هو مقدم لك عرض، مقدم لك عرض جديد بعد جرح القلب ده، وبيقول لك تعال نشيل بقى الماضي ونحتفل، ايه رأيك نشيل الماضي ده ونحتفل، وبيقدم لك عرض اللي هو ايه مثلا، يعني انا شايف نفسي، ولكن انا عايزك على فكرة، وخليك انت الملك، انا زحت التالتة اهو، تعال انت مكانها بقى، بس انت قلقان قوي، بتقول لا، انت زعلان منه قوي، انت متخوف منه، لان هو خذلك، هو خذلك زي ما يكون كان منيمك. ده انت بالظبط، انت خايف، انت عايز تبتدي بداية جديده، ماشي، اللي متفقين على دي بقى برج السرطان، اوكي، عايز بداية جديده وعايز العلاقه دي تتوازن، بس انت خايف وحاسس ان العلاقه دي مليانه غموض، وانه كان مخبي عليك، ايوه ده كان مخبي عليك، انت ممكن تكون اكتشفت انه كان مرتبط اصلا وهو معاك، بس الشخص التالت ده على فكره بهدله، بهدله حرفيا، في تلات سيوف، سيفك وسيفه هو وسيف بقى الطرف التالت، فانت خايف، حاسس ان في بدايه جديده، اوكي انت مقدم لي عرض مصالحه، ماشي يا عم، بس انا خايف، انا خايف منك، انا هجيب لكم قصه من الاول كده عشان انا بدأت افهم، الشخص ده مقدم لك عرض، الشخص ده كان عنده اختيارات تانية، انت ما بتكذبش يا ابن السرطان، ونقاك انت وقال ما رجع تاني بقى، صلح الموضوع بعد الايه، الطرف التالت ده ما انسحب منه، وانت وقف له بالسيف، بتقول له انت راجع، تعال نتحاسب بقى، انت عملت وسويت من الاخر، انا اجيب لك على بلاطه، وشاعر بانه العلاقة دي كان فيها مميزات كتير وهو رحل منها، العلاقة دي كان فيها 8 كوبايات ورحلت عشان كوبايتين، انا شخص استاهل جزمة، ضرب الجزمة ورحلت، حتى القمر متضايق منه، وانت مسيطر على مشاعرك دلوقتي، بالظبط، انت مش مفيش مشاعر، لا انت بقيت تحكم عقلك، يعني انت راجع لي لما التانية قالت لك مع السلامة، لا تعالى بقى نتحاسب، انا عملت لك ايه عشان تسيبني، انا عملت لك عشان كذا، عشان كده هو مقدم، انت شايف ان هو مقدم لك عرض، وهو شايفك ان انت موجوع، وان انت هتوجع له قلبه لو هو رجع تاني، الشخص ده مغرور جدا، مغرور ليه، الخطوة اللي عايز ياخدها، عايز يرجعك انت حياته مرة تانية، يرجعك مرة تانية في هذه العلاقة، ونحتفل ونشيل بقى ألم الماضي، بس هو مش عارف يبين ده، مش مغرور قوي ممكن نقول، لكن بيظهر ان هو مش هامه حاجة وعايز يرجع مرة تانية، اللي انت بقى تقول له ترجع فين يا عم، انت عملت وسويت، انت لسه محتفظ بألام الماضي، بص هو عايز يشيل العشر عصيان، انت بقى واخد عصاية منهم وقاعد جنبها وبتندب وبتقول لي ده انت عملت وسويت، ده انت قهرتني يا اخي، ولكن في قرارة نفسك انت عايز الاستقرار معاه، انت بتحبه، بس عمل بقى كتير بقى، انت راح لواحدة تالتة، بس انا بحبك، بس انت رحت لواحدة تالتة، ليه عملت كده، انت رحت لواحدة تالتة، خلصت. طيب هو شايف العلاقة دي ممكن تروح على فين، او العلاقة دي مش هتروح على فين، شايف ان العلاقة دي ممكن تبقى فيها ايه مثلا، اوكي،
العلاقة دي هي كانت علاقة ثلاثية فعلا، برج الجوزاء تاني. العلاقة دي ممكن تروح على ان احنا نتصالح يعني نروح بقى للعشق بقى، نرجع تاني بقى انا وانت بقى، والدنيا هص هص، انا وانت بقى نقضي الليلة مع بعض وننهي بقى اللي حصل ده، ننهي الخداع ونتشافى من الخداع ده. بالظبط هو ده اللي هو شايفه، شايف ان العلاقة دي مش هيبقى فيها رحيل، لا هيبقى فيها ان احنا ممكن نشيل الام الماضي بالظبط، ونشيل الخداع ده ونتشافى، لان انا وانت سول ميت يا بيبي، انا لفيت انا رحت لواحدة تانية، بس انت الاساس، انت الاساس من الاخر. انت بقى شايف العلاقة انها ممكن تروح على، لسه بقول ده بس مش هاخدها بقى. انت خايف منه قوي يا برج السرطان، مقلق لان شكله يعني اختفى مرة واحدة. طيب الله، ناخد من هنا كمان. طب يا برج السرطان، ما انت شايف الدنيا حلوة اهو، انت شايف ان هي ممكن تتصلح فعلا ويبقى فيها عرض حقيقي، ويبقى فيها عرض حقيقي، وبس قبل العرض الحقيقي يا حلو احنا هنتحاسب. بالظبط فيها ان احنا نقفل، قبل ما اقفل على الماضي انا هحاسبك، وهطلع بقى اللي كنت شايله في قلبي، ان انت سبتني، انت رحت لواحده تانية وفضلت واحده تانية عليا مع اني كنت مدياك 8 كوبايات 8 كوبايات، نطلع بقى اللي جوايا من الاخر كده، ده اللي انت بتقوله في نفسك يعني. ولكن انت شايف ان احنا هننهي، ممكن ننهي على الماضي فعلا، ويبقى في بدايه جديده، في بدايه اصلا جديده. طيب هو النصيحة بتقولك ايه بقى؟ بص، انت طبعا باين جدا ان انت مقلق من هذا الشخص جدا، في افكار سوداوية، ولكن هذا الشخص عرف غلطته وعرف ان هو حق حمار من الاخر. فالنصيحة بتقولك ايه؟ النصيحة بتقول لك انعزل جوه نفسك وفكر بهدوء، بهدوء خالص، شيل بقى اللي فات واهدى، ما تصدش الشخص ده، اصبر. بص الكارتين دول، تعالى اطلع، الساحر ده لما بيعمل الحركات بتاعته ده ساحر، اوكي، لما بيعمل الحركات بتاعته اللي هو مثلا هيطلع حاجة، يطلع أرنب من الكوباية وكده، بياخد فترة عقبال ما يعمل السحر بتاعه. فده معناه الكارت ده ان اصبر، في حاجات افضل جاية من العلاقة دي، اصبر، لان اصبر، ما تمشيش، استنى، ما تقفش، ما تعملش كده، اهدى من الاخر، اهدى اهدى خالص، وفكر كويس قوي، لان العلاقة دي بالظبط، اصبر اصبر، لان في حاجات حلوة جاية، استنى عشان عجلة الحظ بتدور، وفي كاس حب هيتقدم للتاني، في اعتذار، في انا اسف انا غلطان، في طب نرجع، طب اقدم لك ايه حقيقي يعرف لك ان انا فعلا بحبك. من الاخر النصيحة بتقول لك اقلب براحتك، مش مشكلة، خد وقتك، فكر مرة اتنين تلاتة، تشافى تشافى، ولكن ما تعملش كده، ما تصدش، ما تقولوش اطلع بره. الشخص ده مجروح على فكرة قوي، على فكرة يعني عارف غلطته، مش هزار، ولكن الشخص ده نيته حقيقية ان هو يرجع مرة تانية ليك، ده توين فليم، انتوا فعلا فعلا سول ميت او توين فليم. انت مسيطر على مشاعرك على فكرة، وبتتحور مع نفسك كل شوية كل شوية كل شوية، بس هو مقدم لك عرض، العرض حقيقي، بداية جديدة، ننسى اللي فات، ننسى اللي فات. فيا برج السرطان، لك حرية الاختيار طبعا، هو التاروت بيديك نصيحة، لك حرية الاختيار، يا تكمل
وتنسى اللي فات، يا تفضل ماسك وخايف ومستخبي وبتقول لو جيت جنبي هغزك. يا تكمل ونستمتع كلنا بقى بكأس الحب. الو، فبرج السرطان كانت قرارات شهر 8، يا رب فعلا يندم بقى ونخلص من الليلة دي وخير بإذن الله. وإن شاء الله بإذن الله هعمل قراءة خاصة، مش قراءة خاصة يعني، هتبقى فيه فيديو كامل عن المنفصلين لكل برج بإذن الله. شكرا ليكي برج السرطان.